الحمد لله، اليوم درنا واحد المقابله جيده، زينا ما دارت الدار البيضاء، درنا واحد النتيجه ايجابيه للتعادل في قلب البيضاء ضد فريق كبير هو فريق الرجاء البيضاوي. كان عندنا واحد التركيز كبير، سجلنا الهدف الاول، تلقينا واحد الهدف اشواط في الدقائق الاخر من الشوط الثاني. نتمنى اننا نبقاو غاديين في هذا المسار ديالنا، حققنا جوج انتصارات جوج تعادلات، بس اننا هذا الموسم هذا ندير واحد ترتيب جيد ان شاء الله. طالع فوق في الجراده، ماشي يقول لك القرار صحيح. لا القرار صحيح، احنا مع المسائل التنظيميه، احنا كل ما هو تنظيمي احنا معاه. بالنسبه اللي يصبر فيك يقول بان في القادر انكم تروحوا قدام في المرسيدس في الترتيب الرابع، في المركز الرابع دابا 12 نقطة. 12 نقطة احنا الاوبجيكتيف كون تراسي ديال الديبي هو ان شاء الله نكونوا بارمي لي كاتر بريمي ان شاء الله. ان شاء الله هذا هو الاوبجيكتيف. شكرا شكرا، ميرسي بزاف. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.